السلام عليكم السي مهدي. وعليكم السلام اخويا. كيف الحال؟ كلشي مزيان؟ الله يسهل عليك الله يحفظك خويا. المهم اليوم بغيت واحد الطاقم يكون فيه الخاتم ديال المارياج والسنيسلا والحلقات ما يفوتوش 9000 درهم 10000 درهم. وريني شنو عندك، شي حاجه تكون ممتازه. مرحبا اخويا، بغيت شي حاجه بالحجر ولا شي حاجه بالحجر؟ بالحجر وبالحجر، وريني تعني شوف انا شنو عندك. حنا تنشوفوك في لي فيديو هذا. مرحبا تهلا فيا اليوم، انا جيت عندك المحل تهلا فيا اخويا. مرحبا بكم اخويا. هانتوما الاخوان اللي بغى شي حاجه مرحبا الف مرحبا به. مازال حطوا لك هذا الشيء هذا الشيء ترى انت بالنسبه لخويت ما كاين شي حاجه بحال هذا الشكل. انا عطيني واحد راه عاد بان لي هنايا، هذاك راه هو ذاك الثاني هذا. لا هو في الطابلو الحمر، هذا الطابلو الحمر صح، هذاك اللي مورا هذاك كعجبني. هذا راه الموديل الاخر، هذا لا ماشي هذا، الاخر الاخر صح. ها هو راه في هذاك اللي في هذه اللي قصتي عندها هذاك. نصدعوك شي شويه ولكن نستسمح منك. ادبكم راح. هذا خويا العزيز. ها انتم الاخوان واش عندنا الطوق ولا ما عندناش؟ خلاص من المارياج عطينا خويا شي سنيسله. هذاك بالنسبه هذاك يجي معاه براسلي، هذاك اللي بغيتي تشوفه. براسلي ولكن انا الفلوس اللي عندي 10000 درهم 9000 درهم هي اللي نقدر نخلص. واخا نشوف شي سنيسله، بغيت شي سنيسله خفيفه. سنيسله تكون خفيفه وكذلك صحيحه. شي حاجه عاوتاني تكون نعمه سيدي من نحطوها تكون باينه. هذا كاين شي حاجه بحال هاد الشكل هكا تجي عاطيه العين. هي هاد الخميسه زويونه هكا، هذيك فيها اللونه حمراء. كاين شي حاجه بحال هاد الشكل هكا. شفت واحد الحلقه ديال حريم السلطان عندك هنايا؟ هادو راه غيجيو مع هادو، غيجيو مع هادي. ها انت شوف شوف ليا هادو، المهم دير ليا الطوطال، شوف ليا هاد الحلقات هادو مع هاد السنسله والتعليقه وهاد الخاتم ديال المارياج هذا. اخر ثمن عقيم. مرحبا انا نشوف الثمن ديال المروه. مرحبا اخويا الله يعاونك. نشوف واش غيدير معنا ثمن مزيان ولا لا. بالنسبه لهادي بقاو 8000 و 300 درهم اخر ثمن. بالنسبه للثمن انت دور السوق كامل ما تلقاش هاد الثمن. شنو دير؟ تجمعهم ليا في بواطات يكونوا ناضيين. انا نمشي للبنكه نجيب لخويا الامانه ديالو، ندير ليا السيبويس كلشي يكتب ليا فيه الثمن ديالو والغراماج ديالو. بالنسبه شنو تكتب في السميه؟ كتب وسيم الهلالي. مرحبا بك والله ودي. الله يسهل لك اخويا الله يحفظك. شكرا لك. مرحبا وبالصحه وراحه مصطفى. الله يكبر فيك. شكرا اخويا. خويا مهدي واش واجده؟ لا واجده، راه جمعتها لك اخويا. بالنسبه انت درت لك هاد البويطه هادي في الحلقات وهاد البويطه في السلسله. خويا الامانه ديالك الله يحفظك. وبالنسبه هي البويطه ديال الخاتم، وهي هادي باش تبقاو فاش تحطوها تحطوها بجوج متشابهين. الخاتم تاعنا شوف لي خاتم تاعنا ليا. مرحبا خويا اللهم يسر. الله يحفظك اخي مهدي. الله يكثر فلوسك. الله يسهل عليك والله يكبر بك. شكرا لك. ومرحبا والف مرحبا. مرحبا بك انت عندي في العرس. مرحبا بك الله يحفظك اخويا الله يكثر فيك.